السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جدا، أنا أصلا كنت بلعب كلاسيك فترة كبيرة. برنامج فهدى أكتر حاجة شغلاني في رمضان ده. خلصنا تصوير الموسم كله قبل رمضان، كان 9 حلقات. برنامج بيحكي عن قصص التائبين، الناس اللي كانت بعيدة عن ربنا سبحانه وتعالى ورجعت، وبفضل الله البرنامج لقى قبول كبير جدا بين الشباب. دايما باجي في رمضان وخستع، حالة ضعف بقى طول رمضان، فقلت السنة دي بقى مش هستسلم ان شاء الله، هاخد الوجبة بتاعتي في علبة وكلها بعد التمرين. هنا في الوجبة، معرفش بقى هي عبارة عن ايه، بس الوجبة في هذا المكان. وبسم الله سبحان الله، نفسي دايما بقى ليها اقبال واجبار. وقت الواحد يبقى قادر يعمل كل حاجة وقوي ودايس وبينتج وبينجز، احيانا تاني بيبقى فصلان. امبارح كان يوم الفصلان، بس النهارده ان شاء الله احسن. هدفي من الجيم مش ان انا اعمل فورمه ما حصلتش بقى وماشي عضلاتي مقطعه التيشيرت، على قد ما انا بحاول احافظ على لياقه بدنيه عاليه ودرجه نشاط اعلى. فقلت احافظ على الحد الادنى على الاقل في رمضان وارجع تاني اتمرن بكامل قوتي بعد رمضان. طبعا القوه قلت عن قبل كده، اوزاني قلت سنه، بس طبعا احسن من بلاش، والحمد لله على كده قوي. طبعا تمرين اي كلام، بس هو اول مره احسن من مفيش. عملت تمرينتين بس باي وثلاث تمارين ظهر، بس بدايه كويسه. هدوب دلوقتي فاضل ربع ساعه بالظبط على اذان العشاء، الحق بقى اروح وانزل صلاه العشاء والتهجد باذن الله. مع الاسف عشان صاحي طول اليوم بشتغل، فجيت بعد العشاء نمت على طول وفاتني التراويح، لكن عرفت اعوض في التهجد. والتهجد افضل عشان بيبقى صلاه في اخر الليل وبيبقى اطول، فان شاء الله الاجر فيه بقى اعلى. وده وقت الصلاه. كده ايه في الطريق الى المقطم. رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان. الشيخ بيصلي 8 ركعات المفروض، ركعتين في الساعه 10، ساعه الربع، وبعد كده ايه يريح 10 دقايق. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. المسجد مليان على اخره، واخد جزئين في ركعتين. المسجد ما شاء الله على اخره. مش كل الايام طبعا بتبقى بنفس الشكل، لكن يعني ده بالنسبه لي كان يوم فيه انتاجيه كويسه، وان شاء الله برضو عايز اللي جاي يبقى احسن.